فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. طيب إلى شعب الإيمان، وزلنا نتكلم على مسألة الصلاة على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ومسألة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم آل بيته وأصحابه وأوليائه سبحانه جل في علاه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. وقالت في قوله تعالى هذا: هذه خاصة للعرب، كلها آثار تبين فضل العرب. قلنا فضل العرب على العجم معلوم، لكن عند المميزة لابد أن نقول بأن المكانات على القلوب والتقوى، تقوى القلوب. ابن عباس يفسر قول الله تعالى وأنه لذكر لك ولقومك، هي شرف لك ولقومك، كما في قوله تعالى أن الله قد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم وعزكم وتمكينكم وسيادتكم ومكانتكم. ولأن الله تعالى مكن لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال في قوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، قال ابن عباس: فيه شرفكم، يعني التمكين والقيادة والسيادة والريادة. والله جل في علاه قد مكن لهذه الأمة، والله جل في علاه أيضا يعني بين بشارة لهذه الأمة، بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة والتمكين إلى يوم الدين. فالدين سيتمكن، لكن من يستعمله الله لتمكين الدين؟ نرجعنا منه وفيكم بارك أحسن الله عليكم. وعن الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه، هذا الحديث فيه ضعف، الإسناد فيه ضعف، عن جعفر بن محمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: اللهم إبراهيم قال ألهم إبراهيم عليه السلام بدأ اللسان العربي إلهاما. طيب هنا أيضا ختاما للباب، أن جابر بن عبد الله قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قرآنا عربيا، تلا قول الله تعالى قرآنا عربيا لقوم يعلمون، ثم قال: ألهم إسماعيل هذا اللسان إلهاما، ألهم إسماعيل عليه السلام هذا اللسان إلهاما. وفي الوقت النبي صلى الله عليه وسلم فألقى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس فنزلوا بها في قصة زمزم، يعني حتى كان بها أهل بيان منهم وشب الغلام، يعني إسماعيل عليه السلام، لأن جرهم نزلوا أسفل مكة وهي كانت تحب الأنس، فكان يعني تربع ولدها معهم، يعني إسماعيل وتعلم وتكلم بالعربية منهم فأنفسهم وأعجبهم، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم. ولذلك أول بعض العلماء بقول الله تعالى: تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، قال بلسان جرهم. وتعلمون أنه تزوج منهم، و إسماعيل هو أبو محمد صلى الله عليه وسلم. ختم الباب على العربية، وقلنا احترام العربية أمر واجب، وتعليم العربية أيضا لفهم كتاب الله جل وعلا أمر واجب على كل مسلم، في فرض كفاية وفيها أيضا فرض عين. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على باب شح المرء بدينه، وأتى بحديث عظيم جدا أيضا يطول شرحه، نقف معه في بعض المسائل. قال الحديث في الصحيحين، هو رواه عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عن جميع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحب إلا لله، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. أمر عجيب جدا. قال: ثلاث من كنا فيه ورد بهن حلاوة الإيمان. هذا حديث عظيم جدا، فيه دلالة أن للإيمان تذوق، وأن الإنسان يتذوق حلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان لا تتأتى قط أو لا يستمتع المرء بها
تماما إلا بنقاء القلب وصفائه، وهذا لا يتأتى إلا بأصل أصيل بحسن الظن بالآخرين والعفو عن الآخرين عملا بقول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ولا يتأتى أيضا إلا بحسن اليقين في رب العالمين، ولا يتأتى أيضا إلا برغبة ورهبة وخشية تملأ القلب إيمانا حتى يتذوق حلاوة الإيمان. تذوق حلاوة الإيمان لا يرتكز على الجوارح، الجوارح متممات مكملات. التأسيس الأصيل في قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. والمسألة دائرة على قول الله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ولقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فالمسألة دائرة عامة في القلوب، هم أكثر أهل الأرض هو الآن. ولذلك أيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هو أمي: يدخل الجنة كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: صدوق اللسان علمناه، فما مخموم القلب؟ قال: قلب تقي نقي لا 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 غل فيه ولا حسد يعني ولا بغي، فهو لا يحمل حقدا على أحد. والرجل ما تربع مكانة إلا أنه قال: أبيت وليس في قلبي لأحد من شيء، يعني ما يحسد أحد، ما يحقد على أحد، ما يحمل على أحد، سالم السريرة، سالم السريرة. هذا الذي يعني يلقى رقيا وسموا ورفعة عند ربي جل وعلا، إن كان سالم السريرة نقي القلب حسن الظن بالآخرين، وما ينظر إلى عيوب الآخرين بل ينظر إلى عيوب نفسه ويشغله عن الآخرين، هذا يرتقي ارتقاء عظيما عند الله جل في علاه. قال: ثلاثة من كنا فيها وجد بهن حلاوة الإيمان. للإيمان حلاوة، وكما قلنا تذوق الإيمان. هذا كأن المرء يعيش في جنة يعني قبل أن يصل إلى جنة الآخرة. حقيقة هناك من عاش في بعض اللحظات وأقسم بالله أنه في جنة، أهل الجنة لا يتمتعون المتعة الذي هو فيها. المسألة هي مسألة تدبر ساعة مع رقة قلب، وأيضا شوق إلى لقيا الرحمن والنظر إلى وجه ربنا الرحمن سبحانه وجل في علاه مع دمعة عين، فيجد أنه أن أهل الجنة لا يمكن أن يصلوا إلى مثل هذا. هذا حق، هذا حق، لأنه سيأنس بالله في علاه، والأنس بالله تتفاوت درجاته، لكن من ارتقى مرتقا بعلو في الأنس بالله جل في علاه سيقسم بالله جزما أن أهل الجنة لا يسوونه في شيء في اللحظات التي يعيش فيها، لكنها لا تدوم لأن سهم الإيمان يعلو وينزل. ثلاث من كنا فيه، وهذه الثلاث هل هي على حصر وقصر أم هي للتنبيه؟ الحق أن هذه الثلاث أصول، هذه الثلاث أصول ولكنها ليست على الحصر والقصر، هي الأصول التي ينبني عليها هذا الباب، هي هذه الأصول الثلاث. نعم، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وهذا أيضا فيه دلالة على تفاوت درجات الإيمان في قلب العبد، وأيضا أن المؤمنين تتفاوت درجاتهم عند رب العالمين، كل سهم يعلو بما فيه من قلبه، يعني القلب هو صاحب السهم الأعلى. ولذلك قتل 100 نفس دخل الجنة، زنت سنين طوال سقط كلبا دخلت الجنة. أمر عجب عجاب، المسألة ليس فيها عجب عجاب، لأن المسألة دائرة على 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 ما يكشف به الرحمن من أحوال هؤلاء. قال: هذا حري به إذا تكلم يسمع، إذا نكح حري ينكح، وإذا شفع يشفع. وقال آخر: قال هذا حري به يصد من الأبواب، إذا تكلم لا يسمع، وإذا شفع لا يشفع، وإذا نكح لا ينكح. فقال: هذا بملء الأرض عند الله من هذا، وسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. هذه مسألة عظيمة جدا. الأصل أن محبة الله محبة النبي ركن من أركان الإيمان، إن خلى القلب من محبة الله أو من محبة النبي خلى القلب من الإيمان، من أركان الإيمان محبة الرحمن والنبي العدنان. نعم، لكن هنا بقى حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب، وأحب هنا لابد لها من مقاييس، وهذه المقاييس أولها، وسنصل للمقاييس إن شاء الله في الدرس القادم. هذه المقاييس أولها وأعظمها أنه عند التنازع
يقدم الله جل وعلا، وأن كلية عمره وحياته ونفسه وأنفاسه والغالي والنفيس كلية ذلك يكون لله. يعني لك أن تجمل قولا فيه هذا رجل خلقه الله له، يعني لا يعرف شيئا إلا ما كان لله جل في علاه. فهو رجل صباحه ومساؤه، ليله ونهاره، عطاؤه ومنعه، كلامه وسكوته وصمته، كله لله. يعني كأنه يقال فيه عبد خلقه الله له. هذه إن شاء الله تتأتى ونبين كيفية أيضا المقياس يكون الله أحب إليه. كيف يكون الله أحب إليه؟ هذا المقياس يأتي إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. أسأل ربي جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. عندنا متأخر علينا بداية المجتهد، وكنت سأعطيه الفجر، لكن قرحة المعدة كانت تتقلب علي جدا، وهذا سببها أعتقد بجوب الأنفية الملازمة لي في زمانة في هذا الباب، فلذلك أثرت أن يكون صباحا إن شاء الله. نعطي البداية لكن معكم دقيقة أو دقيقتان للأسئلة، ثم بداية المجتهد بإذن الله تعالى. الفوائد المستنبطة، نعم الفوائد المستنبطة، وجوب تعلم العربية لفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الأصل في ده الأساس فقط دون التوسع. يا عبد الرحمن قلت لك طلب العلم له آيات، أنت ما تستطيع لا أن تتأتى في طلب العلم ولا أن تحرص عليه. ماذا أفعل معك؟ كيف أكسر رأسك؟ كيف أجعلك تفهم وتعقل أن مقياس العلم هو الحرص عليه؟ يا بني أنت لا يمكن أن تتصدى للناس إلا أن تكون مليئا، وإلا يكون هناك غش في الأمة. من تصدر قبل أن يتأهل أضاع وضيع وأضاع الدنيا أنصاف، أنصاف طبيب وأنصاف نحوي وأنصاف فقيه. فإياك والشبر، فإن الشبر مهلكة. وفي أسئلة تفضل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.